لا 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 اوفر الحته دي اوفر معلش. لا ازيكم عاملين ايه؟ معاكم عمر عبد الرؤوف في فيديو جديد. فيديو النهارده كلاش شط على الطاير. طبعا الاغنيه دي هي اعلان اوكي على حسب ما هو مكتوب لي طبعا في الكومنت. طبعا انا كلاش تقريبا دي هيكون تاني مره اسمع له تقريبا، انا معرفوش قوي اوكي. انا هنا بعمل رياكشن على حاجه لاول مره، يعني انا معرفش هو هيتكلم عن ايه اوكي، او الاعلان عن ايه، لان هو كتب ان هو اعلان. انا معرفش بصراحه اذا كان اعلان ولا لا اوكي، هنشوف. ما علينا، انا هنا بعمل رياكشن على حاجه لاول مره، مش هنا عشان اشرح الاغنيه تتكلم عن ايه. واحيانا بسمع الحاجات غلط اوكي، فيا ريت الناس تكون رؤوفه بيا شويه عشان عمر عبد الرؤوف كده. وقبل ما نخش على الاكشن عايز اعمل شات اوتس طبعا لاثنين، في اثنين رابرز اوكي موجودين هنا معانا في القناه وانا مبسوط ان انا هتكلم عليهم. الولد اسمه دون تايسون. قالوا العالم ده خراب، سيبنا سينا للدمار، دامت ميلي جامد دايس فيها، عالمشاعر سابت فيها، مهما سابت في طريقي مفيش مكابح، تايسون باين في البشاعه ما يبانلوش في الغشامه، باكد لك الاشاعه قطع ورقي والشهاده، هي شربتها وساده زميلي بطل التبته. وروان لو وقع تلاقينا جوه عيوننا نشيلك، لو بعيد خليك عندك نبعت لك حد يجيبك، الصح بنعمله وعمره في يوم ما نجيب له سيره، ما تشيلش الهم لوحدك ليك جدعان ومش هنسيبك. شايف الدنيا ازاي مش سهله، مش هتوصل حته وانت ماشي على مهلك، ياما ناس قالت عليك ضايع ومضيع وقتك، ولا الدموع يا صاحبي دي الحكايه مش مستاهله. فابو روحوا اسمعوهم. ما علينا، خلينا نخش على الرياكشن ويلا ليتس جو. فوق الاربعين بسنين يا معين، كل من شافه قال عنه مسكين، مو رياضي مستحيل تشوفه يوم في ممشى، ما يمشي بس ممكن يتدحرج من كبر الكرشة، يوم يضطر يقضي بعض كتر الكرشة في ممشى، ما يمشي بس ممكن يتدحرج من كبر الكرشة. ثواني، هو في السعودية اسمها كرشة مش كرش؟ احنا عندنا في مصر اسمها كرش، اللي هو كرش البطن كرشة. يوم يضطر يقضي بعض المهام، ما يحب المشي بس للضرورة أحكام، هو راجع لبيته في الطريق بسلام، في درب نادي وجمهور ولاعبين وحكام، شكله دوري الحي لو الكورة فجأة قدام، واحد رفع جواله الموقف طريف أمام، يا عمي شو مسكها بيد وشاتها بقدامه، ركب هدف ما يقدر يجيبه كريستيان، لو جاتك الفرصة الفرصة لا تفوت، بالنية النظيفة يتبارك الكون، لا تراجع وسكون، انزل بكل الكروب، شوتها عالطاي ثبتها وشوف. طلاب اخر سنة في جامعة فاخرة، شعارها من هنا يخرج العباقرة في المختبر. على فكرة الراب ده الاغنية بوزيتيف فشخ اوكي، انا بحب النوع الانواع الاغاني او الراب يكون بوزيتيف اوكي، مش دايما، احيانا بحب حاجات تكون سلبية شوية. ما علينا، على حسب المود، بس هي الطريقة حلوة فشخ ان هو شاط الكورة وبعد كده الناس تستضيفه وهو ما كانش يقصد وبتاع، حلو فشخ. سنة في جامعة فاخرة، شعارها من هنا يخرج العباقرة في المختبر، محضرين وما حد فيهم غاب، اليوم تطبيق عملي بدون كتاب، كان البروف بين ايديكم الامر، بس انتبهوا تغلطوا ممكن الغلطة والقبر، مع انهم دوافير بس بالاخير عفس المكان، ما تشوف الا دخان ونوافير، صاحبنا ارتبك من الربكة رجع خطوات، خبط في رف وخلط المركبات، كل العيون تراقب الموقف ذا في انتباه، طلع هو صدفة اوكي، هو بيتكلم عن الصدفة، حاجات ممكن تحصل صدفة، او اللي هو يقصد بيها برضه في نفس الوقت اللي هو تجازف، يعني ما تخافش جايز تنجح، ده اللي يقصده تقريبا، ده اللي فهمته من الفيديو نفسه اوكي، او من طريقة اللي بيحصل من فيديو كليب اوكي. في نفس الوقت برضو الليركس ذات نفسها برضو انا شايف شويه الليركس، وفي نفس الوقت بحاول ان انا ايه اربط الليركس مع البتاع اوكي، لان ما بفهمش اللهجات شويه اوكي، السعودي هي مقاربه شويه للمصري، يعني اقدر افهم سعودي بس مش كله، يعني زي الكرشه دي يعني لو انا سمعتها من غير ما جايبين شخص وليه بطن وبتاع وكده ما كنتش هفهم الكرشه ان هي كرش، كنت افتكرها اكله
اللي هي زي كرشه. اوكي عند في اكل اسمها تقريبا حاجه زي كده على ما اتذكر. ما علينا. وحيد فيهم اللي جات صح معاه لو جاتك الفرصه الوحيد اللي جات صح معاه. اوكي طالع هو الوحيد فيهم اللي جات صح معاه لو جاتك الفرصه لا تفوت بالنيه النظيفه يتبارك الكون لا تراجع وسكون. سألني حركة دي وصلات بالنية النظيفة يتبارك الكون لا تراجع وسكون انزل بكل الكون شوتها عطاي ولا ثبتها وشوف دار محترم ماشي في حال سبيله مستور الحمد لله وعنده بيت عيد. اوكي ايه اللي هيحصل معاه عجيب زي ما نسميه في جدة يشيله ما يدور المشاكل ولا يبغاها تجيله مرة شفته رايح الدوام جنب صور بنا مشطب على الشارع العام بالغلط زلق وخش على براميل الدهان حاول يتدارك الموقف قدر الامكان غلبان يمسح الجدار بفمه وطمين قلقان. لا 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 اوفر الحته دي اوفر معلش لا 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 ما علينا. ان المره مكنوا تصوير يحسبونه فنان على قد نيته جاه جت الجوائز والمكانه والملايين والجاه لو جاتك الفرصه لا تفوت بالنيه النظيفه يتبارك الكون لا تراجع وسكون انزل بكل الكون شوتها عطاي ولا ثبتها وشو. اوكي اعلان تحفه اعلان تحفه. اوكي بس اخر حته دي لا انا ما نو لا ما اقدرش ما لا لا جايين والجا لو جاتك الفرصه الفرصه لا تفوت. يعني ايه يعني ايه يعني ايه ازاي ازاي على الشارع العام بالغلط زلق وخش على براميل الدهان حاول يتدارك الموقف قدر الامكان غلبان يمسح الجدار بفمه وطمين ما ادري. اوكي بالنسبه كمسج اوكي هي حلوه فشخ بس في اخر حته دي اللي هو كنت ممكن تعملوا حاجه ثانيه. اوكي اقدر ابلعها لكن دي مش هقدر ابلعها. اوكي واحد اتخبط في ركبته وبعد كده البرشامه وقعت ولا مش عارف حصل ايه بقى يكون حاجه. اوكي ممكن تحصل لكن حاجه زي كده استحاله ان هي تحصل. ممكن 0.01% وانا قلتها صح. ما علينا ان ده ممكن يحصل ان ده ممكن يحصل اللي هو مستحيل مستحيل مستحيل. اوكي بس هو اعلان حلو انا عجبني الاعلان فكرة الاعلان برضو تحفة انا بحب طريقة الحاجات اللي هي بوزيتيف اللي هي تديك اللي هي تديك طاقة اللي هو ان انت عايز تعمل حاجة او ان انت عايز تكون اللي هو تنفذ حاجة لو انت حاطط في دماغك ان انت عايز تنجح ولا حاجة. وانا بصراحه انا مع الاعلان ده يعني المجازفه انا دايما حتى بقولها لبابايا اللي هو لما نكون عايزين نعمل حاجه ولا بابا نجازف احنا كده كده يعني مش هنخسر حاجه احسن ما في الاخر بدل ما احنا ما نجربش. اوكي وفي الاخر نقول لا مش عارف ايه وفي الاخر قدام شويه نندم ان احنا ما جربناش او ما حاولناش ان احنا نجرب الحاجه دي ونقول يا ريتنا او ممكن حد ينفذها ونقول كنا احنا نعمل زي فلان. اوكي لان في قصص بسمعها من والدي ذات نفسه فمن القصص اللي بسمعها من والدي بتعلم منها اللي هو لا لو في حاجه قدامي ان انا اعملها هعملها. اوكي حتى لو انا هخسر فيها بس عشان فيما بعد ما ارجعش اندم واقول يا ريتني كنت عملت كنت زماني انا الشخص ده كنت مش عارف ايه. اوكي فانا مع الفيديو كليب ذات نفسه او طريقه الفكره نفسها او المسج نفسها انا معاها فشخ. اوكي بوزيتيف وحلوه فشخ اعلان حلو. كلاش تقريبا دي تاني مره اسمعه انا مش فاكر بصراحه انا سمعته مره او اتنين او جايز تكون دي تالت مره. اوكي طبعا انا ما بعملش عن حاجات سعوديه او حاجات اللي هي في الوطن العربي كتير لان المصري او الناس اللي عندي اغلبهم مصريين كتير فشخ. اوكي فمش مديني نفس ان انا اخد راحتي ان انا اشوف حاجات تانية في دول تانية. اوكي او ان انا اتعلم لهجة مختلفة زي السعودي او اي لهجة تانية. اوكي لان كنت في الاول كنت بقول ان هي لغة وناس كتبت لي ما اسمعش لغة اسمها لهجة. كنت اقصد ان هي لهجة بس غلطت وقلت لغة ما كنتش اقصد. ما علينا ده كان رياكشن يا رب يكون رياكت عجبكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وابعتوا لي
كذا أغنية تانية لكلاش. أوكي أنا حابب إن أسمع له أو أسمع حاجات ناس تانية مختلفة في السعودية أو في الوطن العربي لو تسمعوا أي حد تاني، ما عنديش أي مشكلة. أوكي أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد وأقول لكم يلا تشوس. What the hell was that? If you got a dream then you need persistence and lots of belief. Yeah. Yo, don't take that negative energy, I replace that. I just wanna be me, I don't fake that. I just wanna be free, yeah, chase that. I got a new obsession, it's helping and teaching and giving everyone a lesson. It's living and winning and building something that's impressive. I don't wanna do the same thing, I wanna be progressive. Oh. So I'ma make a new me, a new beast, a true fiend. He's everything that he wants to be. Look in the mirror, what he wants to see. It's a dude looking back at me. I stay on track, yeah, track things. I'm setting goals, life hacking. I'm steady stacking. I see myself being happy.